أعلنت شركة ديكاتلون المغرب المتخصصة في المعدات الرياضية بعيد ميلادها 25 في متجرها بالدار البيضاء وسط أجواء صاخبة وبحضور عدد كبير من مستخدميها وشركائها. حاجة اللي بغيت نركز عليها هو لاكاليتي ديال المنتوجات ديالنا، حيت بزاف ديال الأحيان كنا الناس يسولونا تقولنا واش لاكاليتي اللي كاين عندكم في المغرب هي لاكاليتي اللي كاينة في أوروبا. انا بغيت نركز على هذه القضيه بان راه سي لو ميم برودوي هو اللي كيتباع في اوروبا هو اللي كيتباع لنا حيت كاع المنتجات مستورده. وبهذه المناسبة ارتأت سلسلة متاجر ديكاتلون المغرب تخفيض أغلب أدواتها ومستلزماتها الرياضية لجميع زبنائها رغبة منها في توسيع شبكة تسويقها.